يوميات يوميات عبد الرحمن وأحلام، يوميات عبد الرحمن وأحلام. حدثنا عبد الرحمن بحديث أمتع واشتاني، في السيرة عن هدي نبينا ونصائحه للصبيان. وهناك أحلام لكي تصغي ناداها الشوق وناداني، ويتابع أنس في شغفي. ما أجمل قول العدنان، كلمة صدقت أحرفها واختصرت كل الأزمان. ينساب حديثك في قلبي عبقا برحيق الإيمان. حدثنا عبد الرحمن بحديث أمتع واشتاني، في السيرة عن هدي نبينا ونصائحه للصبيان. يوميات عبد الرحمن وأحلام. سأخرج الآن يا عبد الرحمن مع أمي. ما هذا؟ ماذا يفعل عبد الرحمن برأس أحلام؟ عبد الرحمن، سأخرج للحديقة وألعب مع صديقاتي. ما هذا؟ هل تحول أخي لساحر؟ اسمعاني جيداً، الأمر في غاية الخطورة. هل قررت أن تعتزل كرة القدم وترحم الجماهير؟ أنا لا أمزح يا أنس، الأمر خطير بالفعل. هيا أخبرنا يا يوسف. أخوكم عبد الرحمن. ماذا به؟ أعتقد أنه صار ساحراً. عبد الرحمن صار ساحراً؟ أم أنك أنت صرت مجنوناً؟ صدقوني، كلما تسعى أحلام للخروج تقترب منه، فيضع يده على رأسها ويتمتم بكلمات لا يسمعها أحد. وإن كان ساحراً ويتمتم بكلمات غريبة، لما لم تتحول أحلامه إلى الآن؟ وما أدراني؟ ثانياً، السحر ليس كله تحويلاً يا أنس، لعله يسحرها فتطيع أوامره. ألا تلاحظ أن أحلام لا ترفض طلباً لعبد الرحمن أبداً؟ هذا صحيح، ولكن السبب أن عبد الرحمن يعاملها بلطف دائماً ويحنو عليها، لأنها الأخت الوحيدة في المنزل، أو لأنه سحرها وجعلها تفعل ذلك. ولا نعلم هل سحر أبي وأمي أيضاً أم لا، فهما أيضاً لا يرفضان له طلباً. ما رأيك يا أنس؟ سنراقبه، وإن صدق يوسف سنواجهه بالأمر. يا شباب شباب، الفيل في نهر النيل. ماذا تقول؟ القرد الصغير في موقف خطير. ماذا تقصد بالقرد تعلق بالفيل؟ هل سحرك عبد الرحمن يا سعيد عندما علم أنك تراقبه؟ لا لا، هو لم يرني بعد، ولكني أحدثك بالشفرة. لماذا؟ لا أعلم، هم يفعلون ذلك في الأفلام. تحدث على طبيعتك، وإلا جعلت عبد الرحمن يسحرك لفأر صغير، ثم أشتري كتة وأجعلها تطاردك. حسناً، خرجت أحلام مع أمي، وعبد الرحمن وضع يده اليمنى على رأسها وظل يتمتم بكلمات لم أسمعها. قبضنا عليك أيها الساحر. ماذا تفعلون؟ اصمتي، فأنت مسحورة. هل تتحدثون بجدية يا شباب؟ نعم يا عبد الرحمن، كنت أظنك أفضلنا، ولكن الآن ظهرت حقيقتك أيها الساحر الماكر. أخبرني لما تضع يدك على رأسها دائما، أخبرني بالأفكار التي تزرعها في رأس الصغيرة. هيا يا إخوتي، أنا أحصنها. تحصنها؟ نعم أحصنها، راقبوني جيدا. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذا التحصين ليس من وحي خيالي، إنما هي كلمات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحصن بها الحسن والحسين. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. شكلنا صار مثيرا للضحك للغاية، هيا بنا نهرب. ماذا تفعل؟ أحصنك كي لا تفعل ما فعلته مجددا. تحصنوا 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 واستعيذوا من كل الشرور، من شر إبليس وشر نفس ومن حسد العيون. تحرروا تحرروا بالذكر والصلاة من كل الهموم، وتمسكوا بالاستعاذة تتلاشى الوساوس والظنون. طولوا معي رددوا معي ما كان يردده الرسول، من أدعيات تحفظنا من شر الحسود والحقود. تحصنوا تحصنوا واستعيذوا من كل الشرور، من شر إبليس وشر نفس ومن حسد العيون.